نهاركم سعيد مشاهدينا. بعد قرار مجلس الحكومة بأنه لا عودة للساعة القانونية وبأن المغرب سيحتفظ بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بشكل دائم، كيف تقبل المواطنون هذا القرار وما انعكاسات تطبيقه الصحية والنفسية عليهم بحسب أهل الاختصاص؟ جليلة بفتان وعثمان مواضيع. قبل 48 ساعة فقط من العودة إلى اعتماد التوقيت العادي، استفق المغاربة على قرار آخر اتخذ في وقت قياسي في اجتماع لمجلس الحكومة صباح أمس والقاضي باعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة. فاش كتقول إعلان كتخاطب واحد مجموعة ديال المواطنين، أنت إعلان على أساس غتحيز الساعة وكتبقى لها 48 ساعة وكتعقد اجتماع ديال المجلس الحكومي وكتاخذ قرار بأن ما تلغى ذاك الاعلان وتم تمديد التوقيت الصيفي، بين قوسين غنبقاو لابسين نسكم دائما، وما كتاخذش بعين الاعتبار الاراء ديال المواطنين والقضايا ديالهم والمشاكل ديالهم والاكراهات ديالهم. ومن بين هذه الاكراهات التي ستواجه اولياء التلاميذ خاصه الموظفين منهم عدم ملائمه هذا التوقيت الجديد مع اوقات عملهم، علما ان التلاميذ سيبداون يومهم الدراسي من الساعه 9 صباحا الى 1 زوالا ومن 2 بعد الظهر الى الساعه 6. دابا زعما عالجوا بان يخرجوا حتى لتسعود، ولكن حتى ديال تسعود راه ما خداماش ما صالحاش. يدخل بنادم مع تسعود، هاد الام تدي ولادها وترجع حتى لتسعود ونص العشره، يلا خاصها توجد غداها، يلا يجيو الدراري مع الوحده كيديروا يتغداو وياكلوا بالواقفيه ويمشيو مع الجوج ما يرتاحوش. خصو والدي خدامين داخلين مع السبعه ولا الثمانيه الصباح، ديجا خصو يبقى مع تيديه المدرسه مع تسعود الصباح، دونك لي باغون واش ما يخدموش يجلسوا في الدار؟ ما يمكنش. تساؤلات عديدة يطرحها اليوم الآباء والموظفون وأولياء التلاميذ بشأن هذا القرار المفاجئ، ومن جهة ناس أن عن الانعكاسات الصحية التي ستترتب عن اعتماد هذا التوقيت. تكون اضطرابات في النوم ديالهم، اضطرابات على لحقاش كان عندهم واحد الريتم دابا غادي يتبدل، وتنقولوا بأنه واش هاد الطفل غادي درتي تسعود الوحدة واش ساعة كافية باش يرتاح وباش يقدر يتغدى ومن بعد يرتاح ويستمر من بعد في الدراسة ديالو، وتنعرفوا بأنه غادي ينقص التركيز وغادي يكون هذا الاضطراب. تأثيرات قد تتجاوز ما هو صحي ونفسي إلى مبدأ إشراك المواطنين في اتخاذ قرارات تهمهم هم بالدرجة الأولى. هذا وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد برر لنا أمس في نشرة المسائية هذا القرار بكونه يأتي في سياق تفادي التغييرات خلال السنة وانعكاساتها السلبية على المواطنين، كما أعلن أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة فيما يتعلق بالتوقيت الإداري والدراسي. وعلى هذا الأساس فإنه سيتم ابتداء من 7 نوفمبر المقبل اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا بمعاهد التكوين المهني وبالجامعات، سيكون من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، على أن تبتدئ الفترة ما بعد الزوال من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساءً.